مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. منع الزياره ونقل الفنان احمد العوضي للمستشفى بعد انباء عن اصابته بوعكه صحيه. ما هي تطورات الحاله الصحيه للعوضي؟ ده اللي هنوضحه لحضراتكم من خلال هذه التغطيه. كشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان احمد العوضي لوعكه صحيه نقل على اثرها الى احد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تصدر خبر نقل الفنان أحمد العوضي إلى المستشفى مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن. وتداول البعض أن تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية بعد أسبوع من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك نتيجة حبه الشديد لها كما وصف رواد السوشيال ميديا. وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك: دعوتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء. أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته. هنوضح لحضراتكم الآن بعض الآثار النفسية التي يصاب بها الإنسان عقب الانفصال. لا يوجد شخصان يواجهان الطلاق بنفس الطريقة، ولكن يمكن أن يتفق معظمهم على أنه موقف مؤلم وصعب للغاية عقلياً وجسدياً. تظهر الأبحاث أن الطلاق يمكن أن يؤثر سلباً على كل شيء بدءاً من عادات نومك وحتى قلبك، وأن معرفة الحالات التالية ستسمح لك بالتحكم في صحتك وبذل كل ما في وسعك لمنع تطورها. أولاً، تغيير جذري في الوزن. أن اكتساب أو فقدان قدر كبير من الوزن هو شيء آخر قد تلاحظه أثناء الطلاق أو بعده، يلجأ بعض الأشخاص إلى الأطعمة المريحة. أمراض القلب والأوعية الدموية. ووجدت دراسة نشرت في مجلة الزواج والأسرة أن الرجال والنساء في منتصف العمر هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد الطلاق مقارنة بالمتزوجين من نفس العمر. وكشفت أيضاً أن النساء في منتصف العمر المطلقات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من الرجال في منتصف العمر المطلقات وتعاطي المخدرات. أيضاً، مشاكل صحية مزمنة. ترتبط العديد من العواقب الصحية للطلاق. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام. إذا كنت تشعر بالاكتئاب ولا تنام جيداً، وهذه العادات غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى أمراض وحالات خطيرة. وجدت دراسة نشرت في مجلة الصحة والسلوك الاجتماعي أن المطلقين أو الأرامل يعانون من حالات صحية مزمنة أكثر بنسبة 20%، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان من الأشخاص المتزوجين. وعلى جانب آخر، فعقب الإعلان عن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي، بدأت التكهنات عن أسباب الانفصال بين الثنائي عقب 5 سنوات زواج وسبقتها قصة حب. وربطت تلك التكهنات بين العلاقة وعلاقة حب بين العوضي والفنانة زينة، خاصة أنها بطلة فيلم الإسكندراني الذي قدمه العوضي مؤخرا، لتنطلق موجة من الشائعات حول وجود قصة حب جمعت بينهما أثناء الفيلم. لكن علقت زينة على الأخبار التي تم تداولها في الفترة السابقة بشأنها، خاصة بعد مشاركتها في فيلم الإسكندراني بدور حبيبة أحمد العوضي. وكتبت زينة في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام معلقة على الشائعات: الواحد أدمن أذية الناس عشان ربنا يكرمه، ممكن شوية أذى كمان من فضلكم. ونشرت زينة مقاطع الفيديو من الفيلم عبر ستوري على حسابها على إنستغرام دون التعليق عليها، كما نشرت أيضا أغنية فيلم الإسكندراني التي غناها المطرب مصطفى حجاج. وتسببت صور زينة والعوضي في الفيلم في تأجيج نار الشائعات التي ربطت بينها وبين العوضي ووجود قصة حب نشأت في كواليس الفيلم.
جدير بالذكر مشاهدينا أن العوضي يشارك في بطولة مسلسل حق عرب، ومعه كل من سلوى عثمان وهدى المفتي وليد فواز ورياض الخولي ووفاء عامر وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق. ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حالياً فيلم الإسكندراني والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف. الفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي وزينة وحسين فهمي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وصلاح عبدالله وانتصار وعصام الصقة، وهو من إخراج خالد يوسف ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.